انا عايز اقول لك يا اليو ان في لعيب اسمه سعد السمير، انت ممكن ما تكونش سمعت عنه، بس انا متاكد ان انت في خلال هيعلمك عربي، هيعلمك عربي. ده علم كل اللعيبه الافارقه اللي جم من كل حته في العالم اللغه العربيه. دلوقتي خلاص اجاي بيتكلم عربي، جيرالدو في طريق ان هو يتكلم عربي، وليد ازارو بيتكلم عربي كويس جدا، علي معلول بيتكلم عربي كويس جدا. فعايز اقول لك انا بنصحك بسعد سمير، هتقعد معاه شهر واحد هتتكلم لغه عربيه احسن مني ومن اي حد في مصر. داكار يا يا اوكان سوسي ميم لو جور اون سي كروزي. انا مفيش اي مشكله، انا طبعا قابلت اللاعبين وقابلت سعد سمير وهم وكلمني وقالوا لي لو محتاج اي حاجه انا موجود ومفيش اي مشكله، وانت في عيلتك، انت في وسط عيلتك، فكده اكيد مش في اي مشكله. عايز اقول لك يا اليو ان كان في لعيب اسمه ايفونا، ماليك ايفونا، كان موجود، كان مهاجم قوي جدا، كان مهاجم اكيد من اهم المهاجمين اللي جم في النادي الاهلي، لكن اتفاجئنا كلنا ان ايفونا بيغني عربي وبيغني اغاني احنا اول مره نسمع عنها. فاوعى تعمل كده مع سعد سمير، اوعى، هتتصور وهتنزل على السوشيال ميديا وهتبقى موجود على الفيسبوك. فيعني سعد سمير خليك وراه في العربي، لكن مش في اي حاجه تانية، علشان ما تغنيش زي ايفونا. انا الاسد اهو. داكور اون فيرا اون فيرا هنشوف طبعا اليو.